First, I would like to thank Dr. Amr Abdullah, Dr. Ahmed Al-Bakri, Dr. Abd al-Rahman, and all personnel at Novo Nordisk for organizing this scientific meeting. I am very honored to participate in it with the eminent professors like Professor Dr. Dalia Sober from Bani Sweep University and Dr. Maggie Abdul-Wahab from Cairo University. I will start my presentation about the diagnosis and management of congenital factor 7 deficiency. This is my overview. I will first talk about the role of factor 7 in hemostasis. Then I will go through an introduction about factor 7 deficiency, the epidemiology and etiology of factor 7 deficiency, clinical presentation, diagnosis and management of factor 7 deficiency, and I will sum up my presentation by take-home conclusions. First, I will talk about the role of factor 7 in hemostasis. For our non-hematologists and juniors attending with us, I'll have short notes about the hemostasis. لما بيحصل injury للفيسل فبيحصل على طول بعديها الباسكولار فيز تبدأ تعمل بازل كونستريكشن عشان تعمل ليميتيشن للبلاد لوس. البازل كونستريكشن ده بيسمح للتيشوز surrounding الانجرد اريا to be in contact with blood stream. ده بيسمح لي ان يبدأ بعد كده عملية الايه الكلوتينج او الكواجيليشن والبليتلت بلاك فورميشن الاول. البليتلت تبقى ادهير لسب اندوثيليوم ثرو الون ويل براند فاكتور فبتعمل بليتلت ادهيجن وبعد كده اجريجيشن اند ريليز اكشن فتعمل البرايمري بليتلت بلاك. في اثناء ده ثانية واحدة البليتلت بلاك فورميشن البليتلت بلاك دي بعد كده بيبدا او في نفس الوقت البليتلت فيز بتبدا فيها بيبدا فيها كواجليشن كاسكيد تشتغل عشان تعمل الفايبرين كلوت. الفايبرين كلوت ده بيعمل الفايبرين ميش وورك اللي هي بتعمل انتانجلينج للبليتلت والار بي سيز فتعمل الهيموستاتيك بلوك اللي هو بيقفل البلاد فيسل انتل يحصل ريجنريشن للايه للانجرد فيسل وول. هنتكلم باستفاضه شويه عن الكواجليشن كاسكيد اللي احنا خدناها قبل كده واحنا صغيرين. هنتكلم عن ان هي عباره عن تو باسويز الاكسترنسك باسوي والانترنسك باسوي. الاكسترنسك باسوي عندنا عباره عن وان ستيب باسوي. ليه وان ستيب؟ ان هو يعتبر تريجرنج باسوي للكوتنج سيستم او للكواجليشن كاسكيد. عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها تيشو فاكتور. التيشو فاكتور ده موجود في البيري باسكولار اريا في التيشو اراوند البلاد فيسل. لما بيحصل انجري ماشي هو عباره عن ميمبرين ريسبتور بيبقى اكسبوزد للبلاد ستريم فبيعمل كومبلكس مع الاكتيفيتد فاكتور 7. الكومبلكس ده ان وان ستيب بيعمل على طول اكتيفيشن اوف فاكتور 10 لفاكتور 10 اي تمام كده فده بيبدا يعمل رابيد تريجرنج دي الكواجليشن كاسكيد. عكس الاكسترنسك باسوي الانترنسك باسوي عباره عن مالتي ستيب باسوي في كذا فاكتور ماشي بيبدا باكتيفيشن لفاكتور 12 اللي بيعمل اكتيفيشن لفاكتور 11 اللي بعد كده بيعمل اكتيفيشن لفاكتور 9 اللي بالاكتيفيتد فاكتور 8 بيعمل اكتيفيشن لفاكتور 10 اللي هو ايه الاكسترنسك باسوي عملها في خطوه واحده. اكتيفيتد فاكتور 10 ده بقى عباره عن بدايه الكومن باسوي. الاكتيفيتد في نفس الوقت التيشو فاكتور فاكتور 7 كومبلكس ده بيعمل كمان دايركت اكتيفيشن للفاكتور 9 فبرضه في نفس الوقت اللي هو بيعمل فيه اكتيفيشن لفاكتور 10 بيعمل فيه انيشيشن للانترنسك باسوي. طيب الاكتيفيتد فاكتور 10 في وجود اكتيفيتد فاكتور 5 والكالسيوم بيشتغل على البروثرومبين بيتحول لثرومبين. الثرومبين ده بقى هو المايسترو بتاعنا بتاع الكواجليشن كاسكيد هو اللي بينظم العمل. زي بيعمل ايه؟ اول حاجه بيعمل بليتلت اكتيفيشن وريكروتمنت للبليتلت زياده عشان يعمل يقوي البليتلت بلوك. بيشتغل على الفايبرينوجين بيحوله الاول لفايبرين مونومر. الفايبرين مونومر ده في وجود الاكتيفيتد فاكتور 13 بيعمل ستابلايزيشن وكروس لينكينج للفايبرين عشان يعمل ستابلايزيشن للفايبرين كلوت. كمان الثرومبين بيعمل هو ذات نفسه بيعمل اكتيفيشن لفاكتور 13. بعد ما بيتكون الثرومبين بيعمل مينتنس للسيلف فبيعمل اكتيفيشن لفاكتور 9 عشان سوري فاكتور 11 بيعمل مينتنس للانترنسك باسوي عشان يضمن الكونتينيوتي اوف الكواجيليشن كاسكيد. دلوقتي هنتكلم عن فاكتور 7 ديفيشنسي. فاكتور 7 ديفيشنسي از ا رير اوتوسومال ريسيسيف ديس اوردر. فمعنى كده كون اوتوسومال ريسيسيف فمعنى كده انا ممكن بيشنتس ميل وبيشنتس فيميلز. عكس الهيموفيليا اللي هو اكس لينكد ريسيسيف فبلاقي البيشنتس عندي ميلز. It is characterized by deficiency in or dysfunction in factor 7.
It is the most common of the rare congenital coagulation disorders. احنا العنوان للساينتفك سيشن بتاعتنا النهاردة Rare Bleeding Disorders. Rare Bleeding Disorders دي عبارة عن كل Bleeding Disorders minus الهيموفيليا A والهيموفيليا B والبون ميمبران ديزيز. فهي بتشمل الكواجيليشن فاكتور ديفيشنسيز other than فاكتور 8 وفاكتور 9 زائد البليتلت ديسفانكشن. ففاكتور 7 يعتبر الكومن commonest rare congenital coagulation factor deficiencies. هنتكلم في النقطة دي باستفاضة أكتر في السلايدز اللي جاية. البرزنتيشن بتاع الفينوتايب بتاعته فيري وايد رينج برزنتيشن. ممكن يجي لنا patient بسيريس hemorrhagic episodes, ممكن intracranial hemorrhage, أو في patients ثانية بتبقى completely asymptomatic discovered by accident, تمام, أو by screening. فبيقولوا ان في 30-40% من حالات من حالات الفاكتور 7 ديفيشنسي بتبقى كومبليتلي اسيمبتوماتيك. المشكله في فاكتور 7 ان في بور كورليشن بين الكلينيكال برزنتيشن والفاكتور 7 اكتيفيتي ليفلز, وده يعني خلى في دراسات كتيره تتعمل في النقطه دي وهنتكلم عن بعضها في برضه في خلال البرزنتيشن. نتكلم بسرعه عن الباث فيسيولوجي اللي بيحصل. لما احنا اتكلمنا عن الفيسيولوجي بتاع الكواجليشن كاسكيد, طيب لما بيحصل ديفيشنسي فاكتور 7 طبيعي هيحصل ديفيشنسي في الكومبلكس اللي هو بيتكون من اكتيفيتد فاكتور 7 والتيشو فاكتور. فالكومبلكس ده لما هيقل البرودكشن بتاع الثرومبين اللي احنا قلنا عليه اللي هو المايسترو بتاع الكواجليشن كاسكيد, فنتيجه كده هيقل البليتلت اكتيفيشن فهتضعف البليتلت بلاك وهيقل الفايبرين فورميشن فهتضعف الفايبرين كلوت, فبينتج من كده في الاخر ان الهيموستاتيك بلاج عموما بتبقى انستيبل فبتؤدي الى بليدنج تندنسي. هنتكلم بسرعه عن الابيديميولوجي والايتيولوجي بتاع الفاكتور 7 ديفيشنسي. الورد فيدريشن اوف هيموفيليا بتعمل انيوال جلوبال سيرفي بتنشر نتائجه. اخر انيوال جلوبال سيرفي سنه 2009 عرضت نتائجه وقالت ان بالنسبه للريجسترد كيسز المتسجله على مستوى العالم 52% منهم عباره عن هيموفيليا A يتبعهم الفولومين براند في الانسنس 26, بعد كده هيموفيليا B والريل بيدنج ديس اوردر اللي هم الار بي ديز عباره عن يمثلوا 11% من التوتال كاونت اوف بيشنتس. عملوا فرزر اناليسيس للريل بيدنج ديس اوردر لقوا ان الموست كومن ريل بيدنج ديس اوردر على مستوى العالم هو فاكتور 7 ديفيشنسي, بيمثل تقريبا تلت عدد العيانين المسجلين بريل بيدنج ديس اوردرز. على مستوى مصر برضه في نفس السيرفي بتاع 2019 قالوا ان هيموفيليا A بتمثل 62% من البيشنتس الريجسترد في الريجسترد اوف هافينج بليدنج ديس اوردر فولود باي هيموفيليا B ذن بونول براند فاكتور اند رير بليدنج ديس اوردر ريبريزنت 17% اوف ذا توتال ريجسترد بيشنتس. فايزر اناليس اوف رير بليدنج ديس اوردرز ان ايجيبت ريفيلز ذات ذا جلانزمان ثرومبوسينيا از the most encountered rare bleeding disorder 36% يعني أكثر من ثلث من العيانين. طيب لو شلنا البليتلت dysfunction من rare bleeding disorders هنلاقي ان most common congenital factor deficiency after factor 8 و factor 9 عبارة عن factor 7 يمثل 15% من total count من العيانين اللي registered rare bleeding disorder. لو اتكلمنا عن الايتيولوجي هو عباره عن احنا عارفين الفاكتور 7 جين لوكيتد على كروموسوم 13 عباره عن الجين بتاع الفاكتور 7 كونتينز 9 اكسونز بيحصل فيه ميوتيشنز كتيره جدا فيري هيتروجينس, يعني في اكتر من 120 هيتروجينس ميوتيشن ريكوردد بتسبب فاكتور 7 ديفيشنسي, بس الموست كومن ميوتيشن هي المس سنس تشينجز انكاونتر حوالي 70-80% من الحالات. يعني في الهيموفيليا احنا عارفين ان الموست كومن ميوتيشن هو الانفرجن, بس هنا في فاكتور 7 الموست كومن هو الميس سنس وفي نون سنس وفي سمول ديليشن وفي سبلايسنج وفي بريم شيفت, يعني في كتير جدا من الميوتيشنز بتسبب فاكتور 7 ديفيشنسي. كونه رير اوتوسوما ريسيسيف ديزيز ماشي او كونه اوتوسوما ريسيسيف ديزيز معنى كده ان الانديفيدوال ماست هاف تو كوبيز اوف ذا افكتد جين على كروموسوم 16 تو بي افكتد أو to be symptomatic, يعني يا إما هيبقى homozygous يعني عنده two copies of the same abnormal gene بنفس الميوتيشن, يا إما عنده two abnormal genes بس كل واحد فيهم عنده ميوتيشن غير التاني فهيبقى اسمه compound heterozygous. في الحالتين ال homozygous وال compound heterozygous ممكن يبقوا symptomatic. طيب اللي عنده one copy بس من abnormal gene
ده هيبقى كارير، والكارير في الفاكتور 7 ديفيشنسي ممكن يبقى ميل او ممكن يبقى فيميل. هو طبعا هيبقى اسيمبتوماتيك، بس المشكله طبعا ان هو will pass this abnormal gene to his offspring. الانهيرتس بتاع فاكتور 7 احنا عارفين ان هو اوتوسومال ريسيسيف، فطبعا هيتبع الايه المندليان لو اوف انهيرتنس. معنى كده لو عندي بيرنت كارير والاذر ان افكتيف، معنى كده ان 50% من الاوف سبرينج هيبقوا كارير. لو عندي تو بيرنت عباره عن كارير للافكتد جين، هيبقى 50% من الاوف سبرينج كارير، وممكن 25% من الاوف سبرينج يبقوا سيمتوماتيك، يا اما هوموزايجوس لو هو نفس الميوتيشن، يا اما دبل هيتيروزايجوس لو الميوتيشن مختلف. لو عندي one parent affected والother is unaffected، 100% من الoffspring هيبقوا carriers وهيبقوا asymptomatic. لو عندي one parent affected and other is carrier، 50% من الoffspring هيبقوا affected و 50% هيبقوا ايه carriers. معنى كده ان الانستنس بتاع الفاكتور 7 بتزيد كل ما كان فيه carrier state، وطبعا احنا عارفين ان الكارير ستيت دي بتزيد في الاماكن اللي بيحصل فيها كونسانجوينس مارج كتير، فعشان كده في الاماكن اللي بيحصل فيها كونسانجوينس مارج الانسيدنس بتاع فاكتور 7 ديفيشنسي بتزيد جامد. عملوا دراسه في سنه 2004 شافوا البريفالنس بتاع الهيموزايجوس بتاع ديفرنت بليدنج ديس اوردرز، فلقوا ان الانسيدنس بتاع فاكتور 7 ديفيشنسي عباره عن 1 لكل 500,000 نسمه. طبعا لو قارنا ده ماشي بال بالبروسترومبين ديفيشنسي وكومبايند فاكتور 5 اند 8 ديفيشنسي وفاكتور 17 ديفيشنسي، هنلاقي هنا عباره عن نص لكل مليون، يعني تقريبا 1 لكل 2 مليون نسمه. فمعنى كده ان البريفالنس بتاع فاكتور 7 طبعا اعلى بكتير من الاذر فاكتورز الريل فاكتور ديفيشنسيز. لكن لو قارناه بحاجه زي الهيموفيليا اي، ماشي الهيموفيليا اي الانسنس بتاعها بتتراوح من 6.5 ل 12.5 لكل 100,000 ميل، فمعنى كده طبعا ان البريفالنس بتاع الهيموفيليا اي اعلى بكتير جدا من فاكتور 7 ديفيشنسي. نيجي بقى للكلينيكال برزنتيشن، لان هي في مشكله في فاكتور 7 الكلينيكال برزنتيشن بتاع فاكتور 7 ان الفينوتايب does not follow the factor level. يعني في poor correlation between the clinical presentation والفاكتور ليفل في المرض ده. عملوا احصائية بيشوفوا الـ type of bleeding at presentation، فلقوا ان في 2 types of bleeding، يا اما minor bleeding يا اما major bleeding. الـ most common minor bleeding عبارة عن epistaxis followed by المينوراجيا، وفي الاخر حاجة جام bleeding. بالنسبة للـ minor bleeding طبعا في انواع تانية، بس دول اكتر incidents encountered في factor 7 deficiency. بالنسبة للـ major bleeding لقوا للأسف لقوا ان CNS bleeding يعتبر الـ most common major bleeding بيحصل في حالات الـ factor 7 deficiency، وده يعني وده بينبع منها خطورة الديزيز. دراسة تانية حاولت تشوف العلاقة بين الكلينيكال فينوتايب والأونست بتاع البليدنج، تمام؟ فلقوا إن السيفير بليدنج فينوتايب أو السيفير فورمز بتبقى ريبريزنتد ايرلي شورتلي افتر بيرث في النيونيتال وفي الانفنت، في الانفنسي بيحصل معاهم السي ان اس والجي اي بليدنج. بس المور مايلدر فورمز اوف بليدنج بيبقى بريزنتد في الاولدر ايج جروبس، يعني مثلا بيقولوا مثلا ان المينوراجيا بتبقى بريزنتد في البيبرتي، اللي بالسكسس برضو كانت بريزنتيشن بتاعها في الاولدر ايج جروب عن السيفير ميجور بليدنج فينوتايب. فنستنتج من كده ان في عندنا كذا فورم للفاكتور 7 ديفيشنسي. عندنا السيفير فورمز اللي بيحصل فيه بليدنج ديورنج انفانسي وفي النيونيتال بيريود، يما من امبريكال ستامب انتراكرينيال بليدنج جي اي بليدنج. اللي السيفير والمودريت فورمز ليها يا اما بتيجي كسيميلر تو بليتلت ديس اوردر، يعني كانها برايمري هيموستاتيك ديفكت على هيئه ايبيستاكسس مينوراجيا ايزي بروزنج، يا اما ممكن تيجي ان هيموفيليا لايك بريزنتيشن زي الهيمو ارثروزس والماسل هيماتوما. في طبعا مايلدر فورمز ماشي، وفي اسيمبتوماتيك بارت. المايلدر فورمز ممكن تبقى بريزنتد اكسيدنتالي في حالات البيريو اند بوست اوبرتيف بليدنج، ممكن ما انا بعمل بري اوبراتيف سكريننج كوجليشن سكريننج الاقي الافكتد ممبر، او ممكن لو انا عندي وان كيس اوف فاكتور 7 ديفيشنسي وعملت سكريننج لاذر فاميلي ممبرز، ممكن افوجئ ان في كذا حاله ثانيه عندهم فاكتور 7 ديفيشنسي وكمبليتلي اسيمبتوماتيك. الدراسه دي عملها ديمينو سنه 2013 ماشي، جاب فيها 626 عيان diagnosed as having factor 7 deficiency من الريجستري، وشاف التايب اوف بليدنج ات بريزنتيشن، فلا وقسمهم لثلاث مجموعات، يا اما نان بليدر
يعني ما حصلش بليدنج، يعني اكتس كفرد بين اسيمتوماتيك، اما ريبريزنتد باي ماينور بليدنج زي الابستاكسس والمينوراجيا، اما ميجور بليدنج اللي هو اعتبرها السي ان اس والجي اي بليدنج. وبعد كده حدد اندكس بيريود 9 سنين تابع فيها العيانين دول وشاف الكلينيكال كورس بتاعهم ماشي ازاي. واستنتج من الدراسه دي ان 87% و9 من 10 من النام بليدر فضلوا نام بليدر، و75% من الماينور بليدر فضلوا ماينور بليدر، و83% من الميجور بليدر حصل لهم اذر ميجور بليدنج انسيدنس خلال الفتره الايه الاندكس بيريود اللي هو حددها. فاستنتج من كده ان الفيرست بليدنج سيمتوم از ا ريسك فاكتور، يعني ممكن يعمل لي بريدكشن للكلينيكال كورس اوف ذا ديزيز ان ذا فولوينج ييرز. حاول برضو ان هو يشوف العلاقه بين فاكتور 7 كواجلانت ليفلز والبليدنج سيمتومز ات بريزنتيشن ودورينج الاندكس بيريود، واستنتج منها التالي ان لقى ان في نسبه كبيره جدا 87.9% من البيشنتس اللي كان فاكتور 7 بتاعها اقل من 3% حصل لهم بليدنج، منهم 65% تقريبا حصل لهم ميجور بليدز. والنسبه دي ونسبه حدوث البليدنج بتقل كل ما زاد الفاكتورز لغايه ما وصلت تقريبا لتقريبا ثلث العيانين اللي كان فاكتور 7 بتاعهم اكتر من 26% حصل لهم بليدنج دورينج الستادي بيريود اللي هو حددها. فقال معنى كده ان البيشنت هو بليد هاف لو فاكتور 7 كواجلانت اكتيفيتي بات نوت اول بيشنت ويز لو فاكتور 7 كواجلانت دو بليد. تعال جت سنة 2018 International Society of Thrombosis and Hemostasis حاولوا تعمل reclassification لفاكتور 7، ان لقوا classification بتاعت الهيموفيليا A والهيموفيليا B مش نافعة. يعني عندنا في الهيموفيليا A والهيموفيليا B السيفير تايب بيبقى الفاكتور ليفل بتاعهم اقل من 1، والمودريت تايب بيبقى من 1 ل 5، والمايل تايب بيبقى فوق ال 5 لغاية 30 او 40 على حسب الايه السكورينج سيستم. هنا قالوا لا، احنا عندنا السيفير هيبقى الفاكتور 7 بتاعه الاقل من 10. ليه؟ لان المشكله فاكتور 7 ان السيفير فورمز منه بيبقى فيه هاي ريسك اوف سبونتينيوس ميجر بليدنج اللي ممكن يبقى التشايلد ده ات ريسك اوف انتراكرينيال هيموريج. والمودريت من 10 ل 20 تمام، بيبقى فيه مايلد بليدر اور تريجرد مايلد بليدر، والمايلد فورم من 20 ل 50، وقالوا ان غالبا دول بيبقوا كومبليتلي اسيمبتوماتيك. الدياجنوز اوف فاكتور 7 ديفيشنسي دي كوجليشن كاسكيد اللي احنا اتكلمنا عنها تمام كده ماشي، يعني قلنا فيها الاكسترنسيك باسوي والانترنسيك باسوي والكومن باسوي. لو جينا حاولنا ان احنا نعمل اكزامينيشن للاكسترنسيك باسوي، بيجيبوا حاجه اسمها الكومباينانت تيشو فاكتور ماشي، وبيضيفوه للبلازما ويشوفوا الكوجليشن ريسبونس بتاعها اخباره ايه. ده اسمه بروثرومبين تايم. فمعنى كده البروثرومبين تايم ده بيعمل يعني بيعمل سكريننج للكوجليشن اكتيفيتي بتاعت الاكسترنسيك والكومن باثوي. في تيست تاني اسمه الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين او الاي بي تي تي، ده بيعمله اكتيفيشن لفاكتور 12 فبيعمل تريجرنج للانترنسيك باثوي وطبعا الكومن باثوي. فلقوا ان الاي بي تي تي ده بيعمل يعتبر ان هو بيعمل ايفالويشن للكواجليشن اكتيفيتي بتاعت دكتورة سوزان. هو حضرتك عملت ميوت لنفسك، ممكن حضرتك بس تعملي ام ميوت تاني لو سمحت؟ كده تمام؟ كده صوت حضرتك رجع، اتفضلي. تمام. انا عملت ميوت من امتى؟ لا يعني من 20 سنة. طيب تمام ماشي. فاحنا يعني بسرعه الاي بي تي بيعمل ايفالويشن للاكسترنسيك والكومن باثوي، والبي تي تي بيعمل ايفالويشن للانترنسيك والكومن باثوي. فمعنى كده ان الكومن باثوي لو افكتد هلاقي البي تي تي البي تي سوري والاي بي تي تي افكتد. لو الاي بي تي تي بس هو الافكت يبقى الانترنسيك باثوي هو اللي محتاج اشوف ادور فيه ايه المشكله اللي فيه. لو البي تي هو اللي افكتد معنى كده الاكسترنسيك باثوي هو اللي افكتد. لو شكيت ان الحاله ممكن تبقى فاكتور 7 ديفيشنسي بعمل التست دي واشوف الفاليوز بتاعتها. اعمل اول حاجه بروثرومبين تايم هلاقيه برولونج، والاي ان ار اللي هو انترناشونال نورمالايزد ريشو هنتكلم عليه بعد شويه هلاقيه اليفيتد. هنعمل الاي بي تي تي والثرومبين تايم والفايبروجين الفايبروجين ليفل هلاقيه نورمال، وبعد كده هعمل فاكتور 7 كواجلانت اكتيف ليفل هلاقيها ريديوس.
طبعا اخطر اكسكلوجن اوف اذر ديزيز زي ليفر ودراجز اللي ممكن تاثر على التست التست دي. فمعنى كده ان فاكتور 7 ديفيشنسي كان بي مونيتد باي بروسومبل تايم اند فاكتور 7 كواجولانت اكتيفيتي. فالبي تي البي تي ده عباره عن الثرومبين تايم زي ما اتفقنا، الرينج بتاعه من 12 ل 15 بيختلف باختلاف المعمل والريجنت اللي بيستخدمه المعمل. فعشان نوحد النقطه دي فعملوا حاجه اسمها الاي ان ار، ماشي، عشان خاطر يعملوا مينيمايزنج للانتر لابوراتوري فاريشن. الاي ان ار ده عباره عن معادله، تمام كده، عباره عن بيشنتس بي تي على المين بي تي اوف ذا هيلثي سبجكت في الانترناشونال سنسيتيفيتي اندكس. الاندكس ده بيبقى كل ريجنت بيستخدمه المعمل ليه الاندكس بتاعه بيستخدمه، فعشان خاطر يوحد الاي ان ار عشان يبقى برولونجد يبقى معروف ان هو ده برولونجد على مستوى يعني جميع الفاليوز اللي في كل المعامل. طيب الفاكتور 7 كواجلانت اكتيفيتي النورمال رينج بتاعه برضه بي فاريبل، بس الموست اوفن اللور ليميت بتاعه من 50 ل 70 انترناشونال يونت بير ديسيليتر. في ديسكريبنسي جامده بتبقى اوبتيند according to source للثرومبوبلاستين، بس طبعا المفروض ان اليوزنج اوف هيومن ثرومبوبلاستين عشان الريزلتس بتاعتي تبقى متوافقه مع الانفيفو ريزلتس اللي موجوده في البيشنت. هنتكلم عن المانجمنت اوف فاكتور 7 ديفيشنسي. المانجمنت الاوبجكتيف بتاعتي في فاكتور 7 ديفيشنسي زي الاوبجكتيف بتاعتي في اي حاله بليدنج تندنسي، يا اما ان انا بوقف بليدنج يا اما ان انا همنع بليدنج. تمام، فانا بوقف بليدنج لو البيشنت ده عنده اكتيف بليدنج، اضطر ان انا اديله فاكتور 7 ده عشان خاطر اعمل ستيميليشن للكواجليشن كاسكيد عشان توقف البليدنج اللي عنده. يا اما البيشنت ده انا بحضره عشان هيحتاج يعمل الكتيف سيرجري، فاحتاج ان انا اديله الفاكتور ده بري اوبرتيفلي عشان امنع عنه الانترا والبوست اوبرتيف بليدنج. الكونفنشنال سيرفيس عندنا اول حاجه الفريش فروزن بلازما اللي هو الجوكر اللي احنا بنستخدمه على طول لو انا عندي حاله مش متشخصه او انا عندي حاله متشخصه بس ما عنديش الفاكتور بتاعها، فبدي له فريش فروزن بلازما فيها كل الكواجيليشن فاكتورز. المشكله ان الفريش فروزن بلازما الكونسنتريشن بتاع فاكتور 7 فيها قليل تقريبا 1 يونت في الملي وكمان فاريبل، فعشان خاطر اوقف بليدنج او اوصل للهيموستاتيك افكت اللي انا محتاجاه ممكن احتاج فوليومز كتيره كبيره من البلازما، خاصه لو طفل صغير ممكن ادخله فوليوم اوفرلود، طبعا غير الرياكشنز والاذر كومبليكيشنز بتاع الفريش فروزن بلازما. تاني حاجه الثرومبين كومبلكس كونسنتريت، ده برضه عباره عن بلازما درايفد كونسنتريت بيحتوي على فاكتور 10 وفاكتور 7 وفاكتور 9 والبروثرومبين. الكونسنتريشن بتاع فاكتور 7 فيه يعني اعلى شويه بس برضه يعتبر قليل من 3 ل 5 انترناشونال يونت بير ميلي، عشان كده هحتاج منه مالتيبل دوز عشان خاطر اوقف البيدنج او اصل الهيموستاتيك افكت اللي انا محتاجاه. فده للاسف عشان خاطر هو بيحتوي على اذر اكتيفيتد فاكتورز بيزود الثرومبوتيك ريسك بتاعي جامد اثناء الاستخدام. ثالث حاجه البلازما درايفد فاكتور 7 كونسنتريتس، ده برضو درايفد من فايرال ان اكتيفيتد بلازما. الفاكتور 7 في كونسنتريشن بتاعه طبعا اعلى شويه من 20 40 انترناشونال يونت بير ميلي، بس طبعا زيه زي كل الاذر بلاد ديريفاتيفز كارز ريسك اوف اي ترانسفيوجن ترانسميتد انفكشن. نيجي بقى للايه للريكومبيننت اكتيفيتد فاكتور 7 او نوفو 7 في الديفيشنسي، استخدامه في في الفاكتور 7 ديفيشنسي. طبعا ده الاوبتيمال فاكتور ريبليسمنت ثيرابي، كون الريكومبيننت طبعا بعيد عن البلاد والبلاد برودكتس ف داز نوت كارز ريسك اوف انفكشن. غير كمان الكونسنتريشن بتاع فاكتور 7 فيه عالي جدا 25000 انترناشونال يونت بير ميلي، ده بيخليني بحتاج منه كميات قليله جدا عشان اوصل للهيموستاتيك افكت اللي انا محتاجه. الرول بتاعه بيشتغل ازاي؟ بيشتغل ان هو بيحل محل الفاكتور 7 الديفيشنت عندي. يعني ازاي؟ لو انا حصل عندي تيشو انجري وحصل اكسبوجر للتيشو فاكتور هستخدم الريكومبايند اكتيفيتي فاكتور 7 النوفو 7، هيجي يروح حال المكان الكونجنتال فاكتور 7 يعمل الكومبلكس يوصل عندي للثرومبين. طيب ميزة الموضوع ده في ايه؟ ان هو لازم يشتغل على تيشو فاكتور، يعني لو مفيش تيشو فاكتور مفيش ستيميوليشن للكواجيليشن كاسكيت او للكلوتين، ده بيحمي او بيقلل الريسك بتاع الثرومبوزز جامد جدا في حاله استخدامنا للكومبايند اكتيفيتي فاكتور 7. طبعا الثرومبين هيكمل ماشي وهيعمل الفايبرين كلوت ويعمل ستابيلايزيشن ويعمل كده ويقفل ايه الانجرد فيسل. الانديكيشن والدوزنج بتاع الكومبايند اكتيفيتي فاكتور 7 او نوفو 7، طبعا الانديكيشن بتاعه يا اما بستوب البليدنج يا اما بريفنشن اوف بليدنج بفور سيرجري او اني انفيزيف بروسيدر. الدوز بتاعته في استخدامه كريبليسمنت في حالات الفاكتور 7 ديفيشنسي تعتبر لو دوز من 15 ل 30 مايكروغرام بير كي جي، بستخدمه من 4 ل 6 ساعات اكوردنج
للهيموستاتيك افكت انا محتاجاه، وانا اكوردنج للبليدنج واكوردنج للبيشنت. فبيعمل بيبليس الفاكتور 7 وبيوقف البليدنج. طبعا ما انساش زي اي تريتمنت او اي حاله بليدنج ديس اوردر، زي ما انا عندي الاوبشن بتاع ريبليسمنت لازم الادجوفنت ثيرابي، استخدم ترانكزاميك اسيد لو البيشنت داخل في بوست بارتم هيموراج او سوري او ميلوراجيا ميوكوزا بليدنج او دنتال سيرجري. لو عندي انجري عندي جرح محتاج ممكن استخدم الفايبرين جلو عشان يعمل لوكال هيموستيزس. لو عندي سيفير ميلوراجيا وريكارنت اتاكس احتمال احتاج ان انا اعمل هرمونال سبورت للاندوميتريوم، استخدم الاستروجين والبروجستيرون. يعني لازم افكر في الكيس ككل، مش مجرد ان ادي الفاكتور بس، لا لازم اعمل ايه ستابلايزيشن للبيشنت وايه ومانج كاي حاله بليدنج ديس اوردر. وصلنا للكونكلوجن. اول حاجه زي ما اتفقنا ان فاكتور 7 ديفيشنسي از ذا موست كومن اوف ذا رير كونجنتال كواجيليشن ديس اوردر. البور كورليشن بين الكلينيكال برزنتيشن والفاكتور ليفل بيخليني بس لازم اعرف ان برضو لارج بروبورشن of patient اللي فاكتور 7 بتاعها اقل من 3% معرضه ان يحصل لها ميجور بليد زي السي ان اس بليدنج والجي اي بليدنج. اشك ان الحاله لو انا عاوزه اشك ان لو انا شاكه ان الحاله فاكتور 7 ديفيشنسي بعمل لها البي تي بلاقي برولونجد، اعمل الاسسمنت الاقي فاكتور 7 لو كونسنتريشن. طبعا الريكومبايند اكتيفيتد فاكتور 7 از ذا اوبتيمال فاكتور ريبليسمنت ثيرابي فور تريتمنت اند بريفنشن اوف بليدنج ايبيسودز ان فاكتور ديفيشنسي فاكتور 7 ديفيشنسي. اند ثانك يو فيري ماتش. Thank you, Dr. Suzanne, for this informative presentation about factor 7 deficiency. حضرتك elaborated طبعا على how to diagnose factor 7 deficiency using the PT. وبعد كده نقدر نعمل الفاكتور ليفل. However, ان مفيش correlation between وزي ما حضرتك وضحت ان الدوز طبعا من 15 to 30 مايكروجرام بير كيلوجرام، والانترفال بتبقى من 4 ل 6 ساعات، غير الهيموفيليا بتبقى اقل شويه من ساعتين لثلاثه. طيب انا بس هتشيك كده الكويشن بوكس التشات بوكس لو في اي اسئله، ممكن ناخد سؤال او اتنين لحد ما نبدا الكيو اند ايه اللي هي هتبقى في اخر الميتنج ان شاء الله. طيب هو سو فار مفيش اسئله دلوقتي، بس لو في حد من حضراتكم حابب ان هو يبارتيسيبيت معانا ممكن يدوس على الهاند ايكون، يدوس على علامه الايد واحنا هنفتح له المايك وهو يقدر يبارتيسيبيت معانا. مين وايل ثانك يو دكتوره سوزانا اجين فور ذس برزنتيشن، اند ناو اتس ذا تيرن اوف دكتور داليا صبر، شي ويل تيك اس ثرو ذا دايجنوستس اند مانجمنت اوف بلازما ثرومبستيميا فور انذر 25 مينتس. I would like برضو to take this opportunity to welcome Professor Maggie Abdel Wahab. She couldn't manage to attend from the beginning, but she's now with us. Welcome Dr. Maggie. أهلا بحضرتك. Thank you very much. Thank you. I really enjoyed the talk. Thank you, Dr. Sutton. Thank you very much.